سلمى، وصلنا لمحطتنا الطبية اللي مثل ما كنا عم نحكي انه كل يوم المفروض نحكي عن فيروس كورونا، وهي الجائحة يلي يمكن بكل العالم تضررت كل العالم، ودائما في دراسات ودائما في ابحاث وفي نصائح، كل يوم بيختلف عن الثاني. مثل ما حكينا بمقدمة الحلقة، كثير من المعلومات يلي تصححت بعد شهور سلمى، من ضمن هي المعلومات انه يمكن كمان حتى هذا الفيروس ما بصيب الاطفال نهائيا بسبب مناعتهم، لا بصيب الاشخاص على اختلاف عمر. لكن الشيء يمكن سلمى يلي بيطمن كمان شوي انه 80% من هي الاصابات يلي بتكون شبيهه باعراض الانفلونزا هي معرضه للشفاء بنسبه كثير كبيره، وهذا الشيء اللي بيطمن. اكيد فرح، اليوم رح نحكي عن السكري، اخر الدراسات عن السكري ومرضى كورونا. اشار الاتحاد الفيدرالي للسكر انه غالبيه الاشخاص اللي بينصابوا بالفيروس مو كلهم بحاجه للدخول الى المشفى والرعايه، في 15% من الحالات ممكن يكون شديده، وفي 5% من الحالات ممكن يكون خطيره، وفي عدد كبير من الحالات المصابين بالسكري ممكن يشفوا حتى لو انصابوا بفيروس كورونا، وخصوصا انه مرضى السكري كثير بيتخوفوا بنسمع عن انه اصابتهم ممكن تكون هي الاخطر. اكيد سلمى رح نحكي بهذا التفصيل بشكل موسع ونتعرف على انواع مرضى السكري، سواء النوع الاول او النوع الثاني، ومدى خطوره الفيروس على هذول الاشخاص بالتحديد، وكيف يمكن بيتعاملوا بظل هي الجائحه. واكيد مع دكتورتنا سوسن خليل، اختصاصيه سكري وغدد سم. صباح الخير دكتوره. صباح الورد. يا هلا. صباح الخير دكتوره. صباح اهلين. خلينا نبلش بمرضى السكري النوع الاول والنوع الثاني، مين الاكثر عرضه للاصابه بفيروس كورونا؟ هلا بشكل عام اذا بدنا نحكي كل العالم معرضين، سواء مرضى سكري ولا غير سكري، يعني مريض السكري ليس معرض اكثر من غيره، لانه هو فيروس مثل الفلو، مثل الانفلونزا، سريع الانتشار، بقى ممكن يصيب السكري وممكن يصيب الناس اللي ما عندهم سكري. ولكن إذا أصاب مرضى السكري ممكن أنه يتعرضوا لاختلاطات أشد خطورة. هلأ هنن كيف عرفوا هو المرض مثل ما بنعرف كوفيد كله بنهاية 2019، كيف عرفوا؟ ما صار هيوج ستدي، ولكن صار دراسات ريفيو راجعوا المشافي، لقوا انه الناس اللي احتاجت مشافي 25% منها كان عندهم سكري، الوفيات عند مرضى السكري اكثر. ولكن مين اكثر اخطر، النمط الاول ولا النمط الثاني؟ هذا غير منطقي شوي، نحن بالمنطق بنفكر انه النمط الثاني لانه كبار بالعمر وعندهم امراض مزمنه المفروض هن يكونوا اخطر، ولكن تفاجأ انه التايب 1 يلي هو النمط الاول الشد خطر، لان بيكون عندهم، قالوا ممكن يعني عندهم مورتاليتي ريت اكثر، حوالي ثلاث اضعاف اكثر من الناس الطبيعيين، وهذا بسبب انه المرض بيكون عندهم فترات طويله اكثر، وبيكونوا غالبا غير منضبطين. يعني نحن لما يجينا على عياداتنا مرضى النمط الاول ولا النمط الثاني، بنلاقي النمط الاول عاده غير منضبطين، قليل لتلاقي نمط اول شبابي منضبط على الانسولين، وهذا هو سبب الخطوره. نعم، خلينا نحكي شوي بالتفصيل عن النمط الاول، شو هي الفئه يمكن يلي بصيبها وكيفيه التعامل مع فيروس كورونا في حال اصابهم، والنمط الثاني، وهل طريقه يمكن الشفاء او الوقايه هي نفسها بين النمطين؟ هلا نحن بسبب بشكل عام اي مريض انصاب، اي شخص انصاب حتى لو ما كان مريض سكري، القواعد العامه هي العزل المنزلي. تمام. مجرد انه صار عنده سعاله، صار عنده حراره، ما في داعي انه يجتمعوا كل الاعراض ضمن الجائحه. يعني واحد بيقول لك بس سعاله عندي، بس حراره، بس كذا، طالما انت ضمن الجائحه فاذا بدنا نعتبرك كورونا حتى يثبت العكس. بيعزل حاله بالمنزل بغرفته، بحط كمامة إذا طلع حتى قدام أهله، أشياءه الشخصية لحاله، كاسته، صحنه، البشكير، الحمام، إذا ما في حمام خاص بس يخلص حمام لازم يتعقم الحمام، كل هاي التوصيات معروفة طبعا لكل العالم. بشكل عام هاي بشكل عام، بشكل خاص لمرضى السكري، إذا كان مريض سكري نوع أول بنخاف من شيء اسمه حماض سكري، لذلك يجب أن يتم معايرة السكر حوالي 3-4 مرات باليوم، هي أول شيء. إذا كان لقى السكر أكثر من 250 لازم يعاير
الكيتون سواء بالبول ولا بالدم، لازم يشرب مي كثير اكثر من الناس الطبيعيين، لازم يعتمد على غذائه الصحي. امتى بننقل المريض على المشفى؟ متى ننقل المريض على المشفى؟ اذا كان مريض تايب 1 دايبيتس، هذا الطفل يلي عنده ولا الشاب اللي عنده، بننقله بعده احوال. اذا كان بس بعد اذا صار عنده حراره لم تستجب على الباراسيتامول وصار عنده معه قياءات، اذا صار عنده رائحه خلون، رائحه الخلون هاي مثل روائح الفواكه المعفنه، يلي الفواكه الخربانه هاي الريحه هاي بتصير عنده بنفسه. اذا صار عنده زله تنفسيه صار يلهث كثير، وبنفس الوقت اذا صار عنده هذيان صار يخربط ينام كثير، هذا فورا لازم ينتقل. هذا بالنسبه للنمط الاول، انت سالتيني عن نمطين. النمط الثاني طبعا ما رح يصير عنده، يعني بصير عنده انحماض بس بنسبه اقل كثير، لهالسبب بننقلهم على المشفى مثل باقي العالم. اذا صار الم شديد بالصدر او ضيقه نفس او نقصت الاكسجين عنده، فورا لازم ينتقل على المستشفى. أكيد دكتورة، خلينا نحكي شوي. اليوم في كتير أطفال بأعمار صغيرة بينصابوا بمرض السكري وبيكونوا منهن وصغار مريضين السكري. بشكل عام الناس كلها تحكي إنه مناعة الأطفال هي أقوى، هل هذا الشيء بينطبق كمان على الطفل اللي عنده سكري بالنسبة للإصابة بفيروس كورونا؟ وكيف فينا نوقي، يعني نحن بنلاقي صعوبة أساساً بالتعامل مع الأطفال بما يخص الفيروس، كيف إذا هو طفل مصاب بالسكري ممكن يتعرض أو ينصاب بكورونا؟ هلأ نحن بالنسبة للأطفال ما عم لك هو الفيروس كله جديد، بالنسبة للأطفال عم يقولوا أنه مناعتهم أقوى هن والشباب، ولكن وللأسف عم نلاقي إصابات، عم نلاقي وفيات بالأطفال، عم نلاقي وفيات من الشباب وما بيكون عندهم أي underlying disease، يعني أي مرض أبدا، وعم نصادف وفيات عالميا يعني مو عنا. بالنسبة للطفل السكري بيكون عنده نقص مناعة إذا ما كان سكره مضبوط، هو التارجت كله أو التركيز على السكر، ضبط السكري. لما نضبط له سكره ضمن حدود بين 70 لل 180، امتى ما قستي بده ما يتجاوز ال 180، فاذا انت بالسيف سايد وما رح يصير عنده نقص مناعه. بتنقص مناعته بسبب ارتفاع السكر، لانه ارتفاع السكر بالدم رح يتدخل بكل الخلايا المناعيه ورح يفوت على الخلايا اللي بتحارب طبعا الفيروسات والجراثيم وكذا، وقتها بيصير عنده خلل مناعي. نعم، اذا نقول عن نمط غذائي صحي وسليم بالنسبه لاطفال مرضى السكري او حتى للناس الكبار او البالغين، شو هو النمط الغذائي اللي بتنصحي فيه وحتى النمط الغذائي اللي بيقوي المناعه؟ طيب هلا النمط الغذائي ما بيختلف عن سواء مريض سكري ولا غير سكري، النمط الغذائي ولا عنده كوفيد ولا ما عنده، النمط الغذائي السليم الصحي يعتمد على خضار الخضراء يلي هي فيها فيتامين سي وفيها العديد من الفيتامينات الاخرى حتى فيتامين بي، الهول جرين يعني الحبوب الكامله يلي فيها قشور مثل الخبز الاسمر، نبتعد عن الخبز السياحي القمح المقشور وكل شيء، هذول العدس الفول البقوليات هذا كثير صحي. بالنسبه للبروتين في شيء اسمه لين بروتين، اللين بروتين هو ليس اللحوم الحمراء ولكن بنستعيد عنها بالسمك باللحوم البيضاء يلي هي دجاج بدون جلد، اذا لم تتوفر البيض الحليب والاجبان ومشتقاته، بالاضافه ل مثل ما قلنا البروتين موجود بالعدس بالفول بهالقصص، هذا اسمه. والالياف، الالياف بالخضار، الخضار غنيه بالالياف، هذا نمط غذائي متكامل. طبعا بدهم يبتعدوا عن الشغلات المقليه كثير، بدهم يستعيدوا عن القلي بشغلات ثانيه مثل السلق، مثل الطبخ العادي، طبخنا العادي، هو طبخنا هو احسن افضل حميه صنفت هي حميه البحر الابيض المتوسط يلي نحن بنستخدمها، ولكن نبتعد عن المقليات، نبتعد عن الدهون والدسام ونكتر من الماء. طبعا الاكثار بالماء، انا بدي نوه على شغلين، مفروض لترين لثلاثة لتر مي باليوم، ولكن بدنا ننتبه انه مرضى السكري ممكن يكون عندهم قصور كلوي، في حال عندهم مشاكل بالكلية لازم يستشيروا طبيب الكلية تبعهم.
أكيد. يعني دكتورة بشكل عام بعض مرضى السكري خصوصا الكبار بالسن بيصير عندهم أمراض مزمنة مرافقة لمرض السكري. أي طبعا. ممكن هذا الشيء يأثر على القلب عندهم، ممكن يأثر على الضغط، في أشخاص بيأثر على أكثر من أمراض، بنلاقي عنده أكثر من شغلة، والسكري بيكون هو المحرض الأساسي وهو اللي عم يتحكم بهذا الشيء. اليوم كيف بنقدر نضبط هي الحالة ونحاول قدر الإمكان نحميهم من الإصابة بفيروس تماماً سلمى، صحيح كلامك إنه مرضى السكري النمط الثاني غالباً، حتى النمط الأول يلي عندهم كتير ومسنين، يعني بيصير عندهم أمراض مرافقة، بيصير عندهم مرض قلب، بيصير عندهم أمراض بالكلية، بيصير عندهم أمراض، لأنه السكري بشكل عام مثل ما بتعرفي إنه بيصيب كل الشرايين، الشرايين من كبيرة لصغيرة، بقى بيهاجم كل أعضاء الجسم. نحن بهالحالة لازم ضروري مريض السكري، مو إنه بس يضبط سكره، يروح يزور طبيب القلبية، يضبط الضغط لأنه شافوا الوفيات تزداد كمان بارتفاع الضغط، هون لقوا فوائد للزنك بالضغط وبالسكري، وهي قصة تانية طبعا. شافوا انه مريض قصور الكلية ممكن انه يتعرض لوفيات اكثر، لذلك المفروض مريض السكري يلي عنده مشاكل قلبية ولا كلية ولا فرط نشاط ضغط، فرط ضغط، لازم يزور طبيبه ويظبط كل هالامور بهالمرحلة. طبعا دكتوره، اذا بنقول نصائح اخيره بتحبي توجهيها ان كان لمرضى السكري بالتحديد بالنمطين، النمط الاول والثاني، يمكن النصائح ما بتختلف عن ما بتختلف بعضها. لا تمام. وبالنسبه للاشخاص اللي يمكن ما بيعانوا من اي مرض، شو بتحبي توجهي لهم؟ هلا هي النصائح لكل العالم، الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه. يعني نحن يمكن نهلكنا ونحن نقول لهم لا تطلعوا من البيت، لا تخرج من منزلك الا للضروره القصوى. إذا ما عندك شغل ما في داعي تطلع من بيتك، وخاصة إذا كنت عندك سكري أو كان كبير بالسن، المفروض يلتزم بالعزل المنزلي، هاي أولا. ثانيا، إذا اضطريت تطلع تجنب التجمعات والمولات والازدحامات والمهرجانات، ما إلى جنس الداعي بهالفترة. ثالث شيء، الكمامة كتير ناس بيقولوا لك ما عندي حق كمامة، كل العالم، كل دول العالم صارت تعمل كمامات منزلية، أي قماشة ثلاث طبقات وبيناتها فلتر، حتى لو بلا الفلتر بيحطوا محرمة ولا شيء، أو حطوا سكارف، أي سكارف على أنفكم وتمكن. المصاب هو اللي بيعدي، بس أحيانا المصاب ما بيعرف إنه مصاب، بيكون عم يسعل ولا كذا، ما بيعرف، هون الأذى أكبر. حتى لو كل العالم لبسوا كمامات، كلهم المصابين وغير المصابين، ممكن انه يصير نسبة عدوى 1.5%. لذلك التباعد الاجتماعي، التباعد المكاني لازم يكون 1.5 لـ2.5 متر بين كل شخص واخر، مشان ما ينقل الدروبلت. هاي النصائح لكل البشر قلناها، ولكن هلأ لمريض السكري خاصة يجب ان يعاير سكره بانتظام بالبيت، يضبط السكر مشان مناعته ترتفع، ياخذ سوائل كثير طبعا، بس اذا كانت الكليه عنده سليمه ياخذ مي لترين لثلاثه لتر مي باليوم، يرتاح ببيته، ينعزل، يتجنب المصابين. يعني لما تشوف حدا عم يسعل تبتعد عنه. هون بدي نوه على قصه كثير هامه، انه مريض السكري المسن اللي قاعد بالبيت واولاده عم يروحوا على الشغل وعم يروحوا على الجامعات وكذا، يرجعوا بياخذوه بالاحضان ولا ببوسوه، هاي بلاها، حرام. يعني انت لما تروح على شغلك وكذا، بعد عن امك، بعد عن ابوك، لما تفوت سلام من بعيد بكفي. هالمرحله كثير خطيره، المفروض نحن ننتبه ونراعي. اخر نصيحه هي، اذا مريض السكري شعر باي عرض، مثل ما قلت لك سلمى، الاعراض مو شرط تكون مجتمعه، يعني المفروض اي عرض ضمن الجائحه هو كورونا حتى يثبت العكس. اذا مريض السكري او غيره حس بزعله، حس بحراره، حس بضيقه نفس، حس بزوال الشم والذوق، او تعب وتكسير، عم يجينا حالات تعب وتكسير عم يطلع كورونا ولا عرض تاني، اسهال، الام بطنيه،
هاي كلها أعراض كورونا. أي عرض هو كورونا في جائحة حتى يثبت العكس المفروض يستشير طبيبه فورا، وإن شاء الله سلامة الجميع، الله يحميكم ويحمي كل الشعب إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا كثير لك دكتورة، شكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وإن شاء الله يكون الناس عندهم هذا الوعي إن شاء الله ويتقيدوا تمام ويتقيدوا بهي النقطة. نحن لساتنا عم نشتغل على الوعي، بلكي إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك دكتورة، شكرا لك.